السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي طلابي أعزائي، معكم أنا المدرسة بيان الأسود من منصة مدرستي، وفي وحدتنا الأولى من كتاب هياط بلقيسي هي بعنوان أكل مزدى هياط، يعني الحياة في مدرستنا. أكل معناها مدرسة، أكل مز معناها مدرستنا، أكل مزدى يعني في مدرستنا، هياط الحياة، إذن الحياة في مدرستنا. وقبل ما ندخل بدرس من الوحدة الأولى، حطينا أغنية جميلة جدا بدنا نقرأها سوا وبدنا نفهم معانيها. مستعدين يا حلوين؟ تعالوا نشوف شو عم بيقولونا. الشاندكي شاركو سوزلريني أوكيونوز، يعني اقرأوا كلمات الأغنية التي في الأسفل. شاركو أريتمينيز في صنف أركاداشلارنزلا بيرلكتي سويلينيز، يعني قولوا مع بعضكم، مع أصدقائكم، أو عفوا مع أصدقاء صفكم ومعلمكم هذه الأغنية. تمام، عنوان هاي الأغنية يا حلوين أين يلم، يعني لنلعب. بتقول يا حلوين هاي الأغنية قال بزي قتل بزي هم أيونا هم سوزي تركو سويليب أي أي أين يلم لاي لاي el ele tutuşalım, halkaya katışalım, haydi gülüm sen de gel, oynayalım loye loy, loy loy. Üç adımla sağa koş, bir adımla sola koş, bak ne güzel ne de hoş, oynayalım loy loy. تمام يا حلوين، هلأ بقى بعد ما قرأناها بدنا نترجمها ونفهم معناها. عم يقولونا بالبداية قال بزي قتل بزي، يعني تعال إلينا وانضم أو اشترك معنا أو إلينا. تمام، بزي بزي يعني إلينا. هم أينا هم سوزي، يعني منه لعبة ومنه كلمة. تركو سويليب أي أي، يعني منغني الأغنية. تركو بتجي معنا أيضا نوع من أنواع الأغاني. أين يلم لوي لوي، يعني دعونا نلعب. لوي لوي هي من نوع من أنواع الإيقاع الموسيقي للكلمات، معنى يعني كلمة محددة وإلى معنى محدد. إل إلي تتشلم، يعني لنمسك بإيدين بعضنا. هلقا يا كتشلم، يعني ممكن نقول لنشترك أو لننضم للحلقة. هلقة بتجي معنا حلقة، بتجي معنا ساحة، بتجي معنا باحة، بهذا المعنى يعني. هايدي جلوم ساندي جال، يعني هيا تعالى أنت أيضا وابتسم. جلوم يعني ابتسم. أين يلم لوي لوي، لنلعب لنلعب. أوج أضملا سا كوش، يعني أركض إلى اليمين مع ثلاث خطوات. بير أضملا سولا كوش، يعني أركض إلى اليسار بخطوة واحدة. باك نيجوزال ندي هوش، يعني انظر كم هو جميل وكم هو ممتع. أين يلم لوي لوي، لنلعب لنلعب. تمام يا حلوين، الفكرة من هاي الأغنية عم تحكي عن إنه اللعب والتسلية مع رفقاتنا. تمام يا حلوين، هلأ بقى بدنا نروح للدرس الأول اللي هو بعنوان بويوروم ديشيوروم، يعني لننمو لنتغير. بويوروم معناها لننمو، ديشيوروم معناها لنتغير. Sizi arkadaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? عم بيقولون انه شو الخصائص اللي بتفصل من اصدقائكم. ايران تجي معنا المنفصلة. تمام، يعني شو الخصائص المنفصلة من اصدقائكم. تعالوا نشوف هون الانسة شو عم بتقلن لطلابة. بو درس مزدان
Sınıfımıza yeni katılan arkadaşlarınızı tanıyalım. Yani bidna عم بتقول بدرسنا اليوم ولا ولا صفنا بدنا نتعرف على صديق جديد بده ينضم لصفنا صديق جديد. تعالوا لنشوف. مثل ما شايفين هون شكله هذا رفيقنا الجديد. بدنا نشوف شو عم بتقول له رفيقتنا هون اللي بتدرج لرفيقنا الجديد وكيف بدها تعرفه بحاله مشان هو يعرفها بحاله. عم بتقول بان يارين بارلاك كومرال تانليم ساجلارم و غوزلاريم كهفيرين جيدر ساترانج اوينامتان هوشلان يوروم. عم بتقول هي اسمها يارين انه لون بشرتها هو كومرال، معناها بتجي بني غامي او كستنائي او هيك يعني. ساجلارم و غوزلارم يعني عيوني وشعراتي لونون كهفيرينجي يعني بني. ساترانج يعني هو الشطرنج اوينامكتان هوسلان يوروم يعني بكون بفضل او مفضلة او بستمتع او من الاشياء اللي يعني بمرح فيها هي اللعب بالشطرنج. هلأ هو شو بدي رد عليها؟ اسميم قلب تونا، اسمه قلب تونا. سياه ساجلو يعني ذو شعر اسود. كهفيرينجي غوزلويوم عيونه لونها بني ايضا. غوزلوك كولانيوروم استخدم نظارات غوزلوك معناها نظارات. ترددوا معي، غوزلوك معناها نظارات. برافو عليكم. كتاب اوكوماكتان هوشلانيوروم يعني رفيقنا هاد الأشياء اللي بيفضلها هو أو بيكون ممتن أو سعيد أو مستمتع يعني من قراءة الكتاب. تمام يا حلوين مثل ما شايفين هون. طيب هلأ عم بيقولونا رسم لاردكي تشوكلارن يابا بيلدكلاري و ياب مكتان هوشلاندكلاري إشلارين نيلر أولدونو سويلينيز. يعني عم بيقولونا في الرسمة اللي بالأسفل الأطفال قولونا شو الأشياء اللي بيعملوها اللي بيكونوا فيها سعداء أو مبسوطين أو مستمتعين يعني هوشلان يوروز. مثل ما شايفين هون بالصورة عم بيقول بيوم أوزاد كيافة لاريمي دولامباما أصا باليوروم. يعني عم بيقول انه هو بيقدر او بيستطيع تعليق تيابه بالخزانة. بيوم أزاد يعني عم بيقول انه ارتفاعي طويل، هو بيقدر يعلق تيابه بالخزانة. البنوتة هون اللي عم تطبخ مع امها شو عم بتقول؟ النملة بيرلكت يمك يب مكتان هوشلان يوروم. يعني انا بستمتع بطبخ الطعام مع امي او بتحضير الطعام مع امي. تمام يا حلوين. نيجي للصور الثانية. رفيقتنا هون عم بتقول ارتك اياكابولارم باغلا يابل يوروم. يعني الآن أنا أستطيع ربط حذائي. أشورت مامو أركاداش لرملا أشور ماك استيوروم. يعني أنا أريد تطيير الطائرة الورقية مع أصدقائي. مثل ما شايفين هو عم بيزبط الطائرة الورقية. عم بيقولوا لنا هون هابي ميز بير بيري ميز دان فاركليز. يعني كلايتنا من بعضنا مختلفين. بيزي دير أركاداش لرمزدان آيران فيزيكسل أزيليك لريمز فاردر. عم بيقولون أنه بيوجد خصائص فيزيائية مختلفة عن أصدقائنا الآخرين. بويوموز يعني طولنا، كيلوموز معناها وزننا، جوز في ساجرينجي مز في سيكسل وزيلي كلاري مزدان بازو لاردر. يعني بعض من خصائصنا الفيزيائية مثل لون شعرنا ولون عيوننا وأوزاننا وأطوالنا. بويوم ميزي بالو أولارك بويوموز يعني طولنا بالو مرتبط بنمونا.
تمام. بويومز معناها طولنا، بالو مرتبط، بويوميميز معناها نمونا مثل ما قلنا ببداية الدرس. كيلو موز في يبما بالديكلاريميز ديشر، يعني أفعالنا وأوزاننا بتختلف. بوي دوكتشي يني بجريلر كازانرز، يبمكتا زور لاندمز إشلري دها كولاي يبلرز. يبلرز يعني عم بيقولوا لنا انه مع نمونا منكسب مهارات جديدة، تمام. وفي اشياء منكون نحن مو قادرين او من الصعب انه نعملها، لكن مع الوقت متصير سهل فعلها، تمام يا حلوين. فيزيكسل وزيليكلارينيز انلطنز، يعني اشرحوا الخصائص الفيزيائية مثل ما قلنا. الخصائص الفيزيائية يا حلوين هي لون العيون، لون الشعر، طولنا، ما هيك لون بشرتنا، هدول كلياتهم اسمهم خصائص فيزيائية. فيزيكسل وزيليكلار. بنجي على فقرة رينديك لريميزي اويغو ليالوم، يعني لنطبق ما تعلمناه. هلأ مثل ما شايفين هون، إذا شغلة فيها رسم وما رسم وتلوين وكذا فأنا رح أتركها لإلكن، بس بالبداية رح نقرأ السؤال لنشوف شو عم بيقولونا. الشاداكي دفرانش لردان يبلدك لرينزي إشارة لينز، إشارة لدينز رسم لري بوينز، يعني لونه هاي الرسمات اللي بتكون تشيروا عليها. وعم بيقولوا لنا هون من التصرفات اللي بالأسفل اللي بتقدروا بتعملوها حطوا تحتها إشارة وبعدين لونوها، تمام. يعني مثلا اللي بتعرف اللي الضب ألعابة، واللي بيروح بيشتري لحاله، واللي بيبدل تيابه لحاله، واللي بتحضر السفرة مع أمه، اللي بيناسبكن يا حلوين. لهون يا حلوين بكون انتهينا من درس اليوم، إن شاء الله هنكون استفدنا وإن شاء الله هنكون استمتعنا. درسنا اليوم كان عبارة عن إنه نحن نفهم شو هي الخصائص الفيزيائية، واللي قلنا انه هي عبارة عن لون شعرنا ولون عيوننا وطولنا وصحتنا وشو كمان يا حلوين، ولون بشرتنا. برافو عليكم، ان شاء الله القاكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.